السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نقدم لكم بوسنيخة شبكية بالحليب اقتصادية ما فيهاش المقادير بزاف ورخيصة جدا، مقيومة بأقل من 20 درهم في الكوام ديالها، وكتجي معلكة وكتجي زوينة وغادي تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تشجعوني بالضغط على زر جيم والاشتراك في القناة ديالي. ندوزو على بركة الله للمقادير. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الفرز مع شوية الملح، معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز، ربع معلقة ديال خميرة الحلوى، ربع عطرو ديال الحليب، فاني ديال الحلوى، ونص ربع ديال الزبدة، يعني 125 غرام ديال الزبدة. هادو هما المقادير اللي فيها، وطبعا الزيت اللي القلي والعسل هذوك راه معروفه. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. كناخذو كاسرول كنديرو فيه الحليب، فاني ديال الحلوى، والزبده، نديرو هادشي فوق البوطة لمدة 5 دقائق ونرجعو ان شاء الله باش نكملو الطريقة. الخليط ديالنا بعد ما دازت عليه تقريبا 5 دقائق نضفو عليه البوطة وندوزو باش نكملو المراحل. الخليط ديالنا من بعد ما حيدناه فوق البوطة غنزيدو ليه خميرة الخبز، معلقة صغيرة، ونبقاو نحركو تذوب لينا هذيك الخميره. حتى كتذوب ليا هذيك الخميره هاي من بعد ما دابت غندير على جنب وندوز نوجد الدقيق ديالي. كناخذ الفرص يكون مغربل، كنزيدو ليه شويه الملح وكنزيدو ليه هذاك ربع ديال المعلقه ديال خميره الحلو وكنحركوا هذا الخليط. كنمزجو دوك النواشف بطل وغادي ناخذ هذا الخليط ديال السائل ديال الحليب والزبده والفاني والخميره ونبقى نزيدو على الدقيق وانا كنجمع فيه حتى نحصل على واحد العجين لين. هذا هو الخليط اللي كنحصل عليه. انا الى شفتو الدقيق ديالي كيشرب راه ما زدتش الكميه كلها ديال تقريبا واحد 2 معالق من الخليط. غادي نغطي عليه ونخليه يخمر 15 دقيقة ونرجعو باش نشكلو الشباكية ديال الحليب ديالنا. ان شاء الله بعد مرور 15 دقيقة كنعادو على العجين حتى نكمل لينا هكا وكنبداو نشكلو بكويرات. الكويرات هما كنغطيوهم بلاستيك باش ما ينشفوش لينا. بسم الله كناخدو كرة من العجين كنرشوها دقيق فرز وكنبداو نطلقوها بالدلاب. Thank you.
اللوزة في الوراقة. زيا ماشي زيا ديال الشاري، زيا غير ديال اللي كتلقى في العجين باش يعطيني سمك واحد العجين كامل. نعاود نفرق جوج كتشوفوا، هذا هو السمك اللي غنحتاجو ليه، ما خاصهاش تكون رقيقه بزاف حيت غادي ندوزوها شعريه، وندوزوها في الجهه الاخرى ديال الشعريه. نبقى كندوز فيهم كاملين هكا، رش بالفرص باش نحط عجين على الاخر، نكمل العجين ديالي كامل. هادو غنغطي عليهم بالبلاستيك. ندير كره اخرى بنفس الشكل، تنكمل الكره ديالي كلها باش نربح الوقت. بعد ما ورقنا العجين ديالنا كله على هذا الشكل، كنرشو ما بين ورقه ورقه بالفرص باش ما يلصقوش لينا. غندوزو دابا باش نشكلوهم على شكل بوسنيخات. كناخدو وحده من العجين على هاد الشكل، غادي نرشوها بشويه الفرص باش يجيونا الوريقات الشعيرات مفروقين، وندوزو في الوراق. ماما كنكمل الشعيرات ديالي كلهم على هاد الشكل. هاي شتم، وكنبدا ناخد تقريبا واحد الكمية على حساب انا شحال بغيتهم في العبد ولا، كنطلقها فوق الطابلة بحال هكا كتشوفو، يكونو متساويين. وكنبدا كنقرص، كنقرص هكا باش كنشكل هذاك التويج، ونحاول هاد القريصه ما تكونش كبيره، وكنعبر القياس اللي بغيت انا. مثلا انا بغيت فيهم ثلاثه الصباع كندير هكا، ها هما ثلاثه الصباع، وكنجي نقرص قرص اخر، نعاود نمشي وكذلك ثلاثه الصباع ونقرص، ثلاثه الصباع ونقرص هكذا، وكنشد سكين وكنبدا كنقصص هذاك هذاك الشيء اللي فرقت. كيتشكلوا لي على هذا الشكل، كندير لهم هكا باش يبانوا الشعيرات ديالو، وكنعاود نقرص باش كنسدها باش فوق ليا ما تحلش ليا. كتجي على هذا الشكل، حطها في لاطا غنشدو مثلا دابا كميه كثر من الشعيرات الا بغيناهم يكونوا غلاظ كثر. كناخذو هذوك اللي شاطولنا كنزيدوهم في التالي ديال العجين، وكنبداو كنقرصو من هنا وغنمشيو حتى الصباح ربع الصباح، وغنقرص ربع الصباح وغنقرص.
هادي هاي كيف شكلتها، غنشدها هي لا غنعبر عليها. هنا كنزيد داك العجين لي صات ليا و كنقرصو مع هدا. أنا عطيتكم الشكل بجوج و نقطع نضغط عليهم مرة أخرى و نديرهم في لاطا وكندير لهم هكا باش الشعيرات كيتحلو. وحنا كنحطو فيهم وهما كيكرمو. هادو اللي درنا صغار وهادو اللي درنا كبار، وكل واحد يختار الشكل اللي مناسب ليه. نعطيكم شكل اخر، مثلا كنقرصو هكا من هنا كما موضح، كنزيد واحد مسافة وكنقص. كنشدد العجين ديالي كامل كنلوي هكا كنلوي على هذا الشكل وكنسدو. كيجيو فحال هكا بحال دميلس. نوريكم واحدة أخرى، كنزيد المسافة وكنسد، سد من هنا وسد من هنا، كنقطع العجين كنسدو مزيان وكنبدا كنطلق الشعيرات بعدا وكنلوي بهاد الطريقة وكنسدو. في القليان كيجيو هكا مطلوقين وكيجي بحال الدمنيس. نستمر في حالكم ونتلاقاو باش نقليو ان شاء الله. المشنيخات ديالنا هما من بعد ما شكلناهم غندوز دابا نقليهم على بركة الله. الزيت ديالنا سخونة كنحلو المشنيخة بهاد الشكل ولا الشعر ديالها كنحضر في المويه. تكون الزيت ديالنا ناقصه باش ماشي دغيا تفتح لينا. هادي هي التحميره ما نعطيوهاش بزاف باش ما تجيناش كامل في العضه. العسل راه حاطين الرامبي ديالو كاين عندنا في القناه وغنحطو لكم في صندوق الوصف. هو العسل كنا خدمنا به اللي هو ثقيل، كتشوفوا باش كيلصق لينا على
مستمر في حالك حتى نكمل المعسلة ديالي كاملة، نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال بوشنيخه ديالنا، شبكيه ديال الحليب، ها نتوما كتشوفوا كيف جاو. كنصحكم انكم تجربوا الوصفه، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هذا الدميجه اللي درنا، درت منهم كميه قليله. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، وما تنساوش الضغط على جيم والاشتراك في القناة ديالي. السلام عليكم.